سيباوي يلا نزل الكرة سيباوي سيباوي ده ياب جول صقولة سيباوي شوت راحت عليك يا سيباوي السريع. هذه البنت من دولة قطر الحين هل بتيم الجول قطر 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 خرجتي من البطولة وين؟ من الإمارات ولد الإمارات ولد الإمارات بيشوت بيشوت جولة صفقولة 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 انت من وين؟ من صحم؟ يلا واحد اثنين شوت اي ما شاء الله من علمك؟ من علمك اللعب؟ من علمك ابوك ولا امك؟ امك ما شاء الله من اللي بيفوز البنات اللي بيرمون بداخل الزينه ام الاولاد؟ 1 2 اليوم حقيقة أنا اللي قاعد أشوف الحين العالم مستمتعين، أطفال صغار كبار حتى الأمهات مستمتعين بهذه الفعاليات الحلوة، ماي ألعاب مائية، هذا اللي الواحد يتمناه. دكتور مصعب جزاه الله خير بداها في 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 بهلة حديقة النسيم، كانت حيوانات وبعدين حولها لحديقة مائية ما شاء الله مميزة. بعدين لما بدأ يعمل مشروع يكبره عمل في صلالة وقدم له وقدموا له كل التسهيلات والآن فتح ولو أنه قاعد يصارع ولكنها قاعد يحاول يمشي من أجل مجال السياحة وإثراء السياحة وأن يكون في جذب سياحي لهذه المحافظة. اللي نتمناه وأنا حقيقة أتمناه من الدكتور مصعب أن يفكر وكل رجال الأعمال يفكر أن مثل هذه الحديقة تكون في العاصمة. تخيل أنت في مسقط أغلب يعني الشتاء عندنا أشهر معدودة، معناته نفكر وكل رجال الأعمال يفكر أن مثل هذه الحديقة تكون في العاصمة. تخيل أنت في مسقط أغلب يعني الشتاء عندنا أشهر معدودة، معناته إحنا ما عندنا ذاك البرد القارص اللي يمنع الناس أنها تتسبح، بالعكس يبوا مثل هذه المدينة. عالم العالم ما قادر أروح هناك، العالم ما شاء الله زحمة، المكان زحمة من الناس اللي مستمتعين بالأجواء الحلوة. أنا أتمنى 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 فعلا أن الحديقة المائية في مسقط ترى النور قريبا وفي أسرع وقت ممكن. ودام ان عندكم شخص ذو اختصاص وخلاص تمرس على هذا الشيء دكتور مصعب، يا اخي بسم الله والله محتاجين المدير التنفيذي يشيل لك ما نباها. دكتور حيا وسهلا، قول يا رب يا رب، قول امين امين. اكبر حديقه مائيه في مسقط ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله، وان شاء الله تكون تحت افتتاحك اول واحد تسبح انت فيها. لا انا المدير التنفيذي هناك ساكي كفيك صلاله، انا ما ابغى خلاص فنشت. مسرح من الدكتور مصعب عيني رئيس تنفيذي اللي أنا ما مصدق هذا التعيين. وبمناسبة ذكرى افتتاح هذه الحديقة المائية حديقة النسيم بيقدم حاجة مجتمعية جميلة. واحد أبو حمد والله المجتمع يستاهل وإحنا نلعب باللي نقدر عليه. وبمناسبة ذكرى افتتاح الحديقة النسيم المائية بصلالة 1/8/2023 نقدم للمجتمع هدية بسيطة متواضعة، نتمنى أنهم ينال إعجابهم يقبلوها من عندنا، وهي لجميع أسر الضمان الاجتماعي دخول مجانا. يعني اللي عنده بطاقة ضمان اجتماعي بيدخل فري مجانا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء اليومين القادمات، واللي عنده بطاقة إعاقة بيدخل مجانا، وخصم 25% على تذاكر الكبار، بدل لا تصير لا بثمانية بتصير بستة ريال. وكذلك أبو حمد استاهل تزيدهم، قول على جميع المطاعم المتواجدة في حديقة منتزه النسيم بصلالة خصم 20% بعد ما تجي فاتورتك 10 ريال. وما في مطعم في صلالة عملها خصم. يعني لو أنا الحين رئيس تنفيذي مش مدير تنفيذي، إيش الخصم اللي بتحصلوه؟ أشركم بأن الفعاليات مستمرة إلى نهاية شهر 8 في حديقة النسيم المائية. حياكم الله دكتور مصعب.
وحديقته ينتظركم. يا اهلا وسهلا، حياك الله دكتور. يستاهل ابو حمد، هذه فكرتك طبعا الالعاب الشاطئيه والالعاب المائيه وبتستمر وان شاء الله بتستمر. اقول لك اللي ما لحق اليوم يلحق بالايام القادمه. ولا نصب خلاص، هذا حجزت انت، ايش اسوي فيك انا؟